بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على إمام الموحدين وقدوة السالكين وحجة الله على خلقه أجمعين، نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد لقاؤنا الشهري في هذا المسجد المبارك، هذا المسجد الذي تميز بجماعته وإمامه ومؤذنه، نسأل الله جل وعلا أن يطرح البركة في الجميع. في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق السابع من شهر صفر سنة 38 و1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سوف أتحدث في هذه الليلة عن عمل قلبي، عمل عظيم من أعمال القلوب، ولعلي أقدم بين يدي هذا الحديث أو بين يدي هذا الموضوع أقدم بحديث عظيم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث المسور ابن مخرمة أن بعض الصحابة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أمين هذه الأمة. أمين هذه الأمة من هو؟ أبو عبيدة عامر بن الجراح، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد البحرين، والمقصود ببلاد البحرين في ذاك الزمان، البحرين تشمل المنطقة الشرقية كلها وليست فقط الدولة المعروفة، ربما يدخل في البحرين أيضا حتى الكويت، كل الساحل الشرقي يعتبر بلاد البحرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليحصل الجزية. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض الجزية على أهل تلك البلاد قبل أن يدخلوا في الإسلام، فذهب أبو عبيدة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليحصل شيئا من المال ومن الجزية من تلك البلاد. فحينما رجع أبو عبيدة إلى المدينة النبوية حيث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا في تلك الفترة في شظف من العيش، وكان الصحابة فيهم فقر وفيهم عوز، فلما تسامع الصحابة بأن أبا عبيدة قدم من بلاد البحرين ومعه شيء من المال والجزية، شهدوا وحضروا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يريدون أن يعني يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطيهم شيئا من هذا المال. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من الصلاة وخرج من المسجد، تعرض له الصحابة، يعني كل واحد يبرز في ناحية من النواحي كأنه يريد أن يلفت انتباه النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إليه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي وصفه ربه جل وعلا بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف يعني مراد الصحابة، فقال: لعلكم سمعتم بالمال الذي جاء به أبو عبيدة. قالوا: نعم يا رسول الله، سمعنا بالمال الذي جاء به أبو عبيدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأملوا بما يسركم. بشرهم وطمأنهم: أبشروا وأملوا بما يسركم، فوالله أو فوالذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، وفي رواية: فتلهكم كما ألهتهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من خلال هذا الحديث أن يغرس عملا قلبيا في قلوب الصحابة بأن الأرزاق بيد الله جل وعلا،
وما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، كما أهلكت الأمم الذين من قبلنا من بني إسرائيل وغيرهم. كثير من الأمم كانت فتنتهم في المال، بعض الأمم كانت فتنتهم في النساء، كل هذه من الفتن العظيمة التي تصرف الناس عن أديانهم وعن استقامتهم وعن عقائدهم وعن أخلاقهم وعن مبادئهم وعن سلوكهم. فإذا يا إخواني في الله، الموجب لمثل هذا الحديث أو الداعي للتذكير بمثل هذا العمل القلبي، ما اعترى بعض الناس فيما مضى من الأيام من شيء من الخلل في هذه العقيدة والتوكل على الله، حينما نقصت الدنيا على بعض الناس فيما مضى من الأيام تعالت الأصوات وبدأ الناس يعني يقلقون على أرزاقهم وعلى أرزاق أولادهم، وكل واحد يريد أن يؤمن مستقبله ومستقبل أولاده، وليت الأمر اقتصر فقط على يعني بذل الأسباب المشروعة، فهذا لا بأس به، يعني تعاطي الأسباب لا بأس به، بل هو من التوكل على الله عز وجل. يقول العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: التوكل على الله يعتمد على أمرين، التوكل على الله يعتمد على أمرين: الأول الإيمان بالله وبأنه مسبب الأسباب، أن تؤمن أن يكون لديك عقيدة راسخة في الله تبارك وتعالى وبأن الله هو مسبب الأسباب. الأمر الثاني تعاطي الأسباب، فهذا من التوكل على الله جل وعلا، أن تعلم أن كل ما يدور حولك هذه أسباب، من الذي سببها؟ الله جل وعلا. الوظيفة مصدر رزقك ومصدر الكسب، من الذي هيأ لك هذه الوظيفة؟ أليس الله جل وعلا؟ الولد، طلب الولد بالنكاح، أليس النكاح سبب هيأه الله جل وعلا لك وكان سبباً لمجيء الولد؟ فإذا لابد من إيمان بالله تبارك وتعالى راسخ بأن الله عز وجل هو الذي يسبب الأسباب، وبأنك تعتمد على الله جل وعلا اعتماداً قوياً راسخاً في جلب الخيرات والمنافع والمصالح وفي دفع المضار، وأنت مطالب كذلك بأن تتعاطى الأسباب. ولذلك قال العلماء: الأخذ بالأسباب من التوكل على الله جل وعلا وهو موافق للشرع والعقل، وترك الأسباب قدح في العقل والشرع. أرأيتم لو أن شابا أعزب قال: اللهم ارزقني الولد، وهو لم يتزوج ولن يتزوج، أليس هذا قدحا في عقله؟ كيف يرزقك الولد وأنت لم تتزوج؟ أنت لابد أن تأخذ بالسبب، فالله جل وعلا جعل النكاح سببا لمجيء الولد، فكذلك بالنسبة للرزق أنت مطالب بتعاطي الأسباب والذي هو من الشرع ومن العقل. لو أن شخصا جلس في المسجد كما وقع ذلك في عهد الفاروق عمر، دخل عمر رضي الله عنه الفاروق فرأى رجلا في المسجد، قال: ماذا تصنع؟ قال: أنا أتعبد أو أتحنث لله تبارك وتعالى. قال: من ينفق عليك؟ قال: أخي، يعني هو متفرغ العبادة وأخوه ينفق عليه. فقال له عمر: أخرج، وعلاه بالدرة بالعصا، عصا عمر، قال له: أخرج فاكتسب، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لابد أنك تبذل السبب، أما تجلس لا دراسة ولا شغل ولا عمل ولا طلب علم ولا شيء وتقول الله يرزقني، هذا مو صحيح، هذا قدح في العقل، هذا دليل أن عندك نقص في العقل وقدح في الشرع، لأن الله جل وعلا أمر بتعاطي الأسباب. قال الله جل وعلا: وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. أليس الله قادر على أن يسقط الرطب والبلح على مريم دون هز؟ قادر له قادر؟
قادر الله جل وعلا. لماذا أمرها بالهز؟ لأن هذا سبب، وهذه سنن كونية. الله جل وعلا جعل هناك سنن وهناك نواميس لا تتخلف، فأنت تريد شيء لازم تبذل السبب. كيف يسقط الرطب على مريم رحمها الله؟ فلا بد أن تهز بجذع النخلة حتى يتساقط عليها رطبا جنيا. فإذا لا بد من الأخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك تفوض الأمر إلى الله جل وعلا. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تفوض الأمر بعد أن تأخذ بالأسباب. فلا تقلق يا أخي المسلم، ويا أخي التاجر، ويا أخي الموظف، ويا أخي الطالب، لا تقلق. ويا رب الأسرة، لا تقلق على أولادك ولا تقلق على رزقك، فإن هذه أمور قد فرغ منها. الله جل وعلا قد قدر الأرزاق وقسم الأرزاق وحدد الآجال، وأنت في بطن أمك، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه قال: حدثني أو أخبرني الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون مثل ذلك علقة، ثم يكون مثل ذلك مضغة، ثم يأتيه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، صح ولا لا؟ إذن هذه مكتوبة في بطن أمك. ولذلك ينبغي علينا أن نثق بالله تبارك وتعالى وأن نتعاطى الأسباب، كما جاء أيضا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لبعض الصحابة: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فلا بد أن تبذل السبب ولا تعجز، أن تتعاطى الأسباب. هذا كله مما يجلب لك الخيرات. والتوكل على الله تبارك وتعالى مع بذل الأسباب يسوق لك الأرزاق. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل أو حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير الطائر هذا من أضعف المخلوقات، أليس كذلك؟ طائر ضعيف. لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الغدو هو، ما هو الغدو؟ الغدو هو الذهاب في أول النهار كذا، والرواح هو الرجوع في آخر النهار. تغدو خماصا يعني حواصلها، أين تجمع الطعام، أين تدخر الطعام الطير؟ في الحوصلة. الحوصلة خاوية فاضية، تطلع جوعانة جوعة هذه الطيور. وتعود بطانا، من الذي رزق الطير؟ ومن الذي هيأ لها الأسباب والأرزاق؟ الله جل وعلا. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلا يا أخي يضعف إيمانك وتوكلك على الله وتتفوه ببعض العبارات المخلة التي تدل على خلل في الإيمان. بعضهم يقول: يا أخي هذا قطع رزقي، أو فلان بيقطع رزقنا. لا يا أخي، والله ما يستطيع كائنا من كان أنه يقطع رزقك. ومن قال لك أن رزقك مرتهن بالوظيفة أو مرتهن بالعمل الفلاني؟ حتى لو فصلت من وظيفتك وحتى لو طردت من عملك، من قال لك أن رزقك محدد بهذا؟ كم من أناس فصلوا من وظائفهم وطردوا من أعمالهم وحصلوا الملايين والمليارات، من الذي رزقهم؟ الله جل وعلا. فلا تجعل عقيدتك يعني هينة ومهلهلة ومخلخلة وتضطرب لمجرد نقص يسير في أمور الدنيا. أيضا أيها الإخوة في الله، من أعظم الأسباب التي ينبغي أن تتعاطى، وهو سبب عظيم يغفل عنه كثير من الناس، سبب عظيم، ألا وهو الدعاء. الدعاء
يقول الإمام الشافعي: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. هذه سهام دعاء. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو، ما من مسلم، انظروا إلى صيغة العموم، نفي وبعدها نكرة يعني عموم كل مسلم، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم. لا تعتدي في الدعاء، تدعو على فلان بغير حق أو تدعو على فلان بوجه حق، هذا لا يستجاب لك، وإنما تدعو بحق. ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، واحدة من ثلاث. ما هي؟ إما أن يعجل له سؤاله، إما أن يعجل له سؤال يعني يحقق مطلوبك، وإما أن يدخرها الله عنده. تلقاها يوم القيامة هذه الدعوات التي دعوت بها في الدنيا ولم تتحقق في الدنيا، أتظن أنها راحت ضاعت؟ لا، ما ضاعت، هذه حسنات يوم القيامة، تلقاها يوم القيامة. أي شيء كنت تتمناه في الدنيا وما تتحقق، الله مدخر لك، دعوت في الدنيا الله ادخره لك رصيد ورفعة درجات في الآخرة. الثالثة ما هي؟ وإما أن يدرى عنه من السوء مثله. الله عز وجل بهذه الدعوات لم يحقق مرادك، ولكنه دفع عنك شرا لا تعلم عنه. فقال الصحابة: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال الله: أكثر، يعني كثر دعاء، كثر ما قدرت تستطيع، كثر دعاء، ادعو. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كثر الدعاء، ادعو في سجودك، تضرع إلى الله جل وعلا بين الأذان والإقامة في جوف الليل، أكثر من الدعاء، ولتكن شموليا في دعائك، لا تقتصر فقط بالدعاء لنفسك ولوالديك ولزوجتك ولأولادك ولأقاربك. هذه دعوات طيبة ومباركة، ويعني أنت مطالب بأن تؤدي مثل هذه الدعوات، ولكن لا تنسى إخوانك يا أخي، لا تنسى المسلمين، لا تنسى أهل السنة في العراق والموصل الذين تكالبت عليهم قوى الكفر الصليبية والباطنية والحشود الصفوية الرافضية، يريدون إبادة هذه المدينة السنية العملاقة، الموصل، حلب، الشام. ادعو الله جل وعلا لهؤلاء المسلمين أن يفرج الله كربهم وأن يمكن لهم. فإذن يا أخواني، هذه من الأسباب التي أغفلها كثير منا وأهملها كثير من المسلمين. فحينما تنزل بك نازلة أو تحل بك ضائقة، تجد أن كثيرا من الناس يبادر ويهرع إلى الناس ويبحث عن مخرج وعن واسطة وعن شفاعة، وينسى الله جل وعلا. تذهب إلى فلان وإلى علان الذي ربما يستجيب لك ولا يستجيب، وقد يتضايق منك وقد يتذمر. طيب، ما في مانع، يعني الشفاعة، طلب الخير وطلب النفع للآخرين، هذه مطلوبة، والذهاب إلى الآخرين ما لم يكن فيه مذلة وإراقة ماء الوجه، ما في مانع، نشفع فلان ونوسط فلان. لكن قبل أن تذهب توجه إلى الله عز وجل، ادعو الله جل وعلا، هو مسبب الأسباب جل وعلا. فنسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم حسن التوكل والاعتماد عليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهما كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعز رجالها
وقوي عزائمهم يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام وفي بلاد الأهواز وفي بلاد العراق وفي بلاد اليمن وفي أركان، اللهم كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم رحماك رحماك يا الله، رحماك بالنساء، رحماك بالشيوخ، رحماك بالأطفال. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، خائفون فأمنهم، مظلومون فانتصر لهم يا قوي يا عزيز، مظلومون فانتصر لهم يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ علينا في هذه البلاد وفي هذه المملكة وفي بلاد الحرمين، اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا ورخاءنا واستقرارنا ووحدتنا واجتماعنا، ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين.